السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة، إن الرحمة كلمة تستوعب مشاعر الإنسان بأسرها، فإنها صفة تلين عواطفه أمام كل مناظر تستحق الرأفة والرحمة، فيندفع الإنسان لأن يرق لحال الفقير الذي أضناه جوع الألم، وينقطع لأن يربت على كتف اليتيم الذي أعياه وجعلتم، ويتفرغ لأن ينعش المظلوم الذي يتلوى تحت سيات الظالم. فإذا كان هذا حال الرحمة في الإنسان، فماذا عسى أن يكون في الرحمن؟ وما هي في الإنسان إلا نفحة من نفحات المنان. نعم أيها الإخوة، إن إضافة اسم الجلالة إلى الرحمة تثريها بما لا تثري إضافتها إلى الإنسان، فتعم معانيها على كل ما وجد في هذا العالم بلا فرق ولا خلاف، فالإنسان يتذوق بها في كل مشوار حياته، كما كانت الحيوانات والجمادات تشعر بها في كل مناحي حياتها. أما يقرع أسمعكم قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. لا شك في أن هذه الكلية تتضمن على كل ما وجد من إنسان وحيوان وجماد. أما يقرع أسمعكم قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. لا شك في أن هذه الكلية تتضمن على كل ما وجد من إنسان وحيوان وجماد. فالرحمة تتواصل علينا في هذه الدنيا لطالما نحن على قيد الحياة، كما هي لا تنقطع في الآخرة، بل إنها فيها قريب من المحسنين، كما قال عز وجل في محكم تنزيله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيا له من إكرام، إن الرحمة إكسير لحياة الإنسان، فلولاها لما كنا وما كانت لنا دنيا وما فيها. ألم تر أن الله سخر السماوات والأرض والشمس والقمر والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس؟ فكل هذا معاني رحمة الله سبحانه. وإذا رجعنا من الكون إلى أنفسنا، نفهم قد صارت رحمة الله أنفاس أرواحنا، ومنظر عيوننا، ومسمع آذاننا، ومنطق قلوبنا.